مرحبا يا أطفالي، اليوم سنقوم بإكمال درس الخطوط الحلزونية. الخطوط الحلزونية، أحسنتم. أكيد احنا قبل خذينا فكرة على درس الخطوط الحلزونية وشنية الخطوط الحلزونية. اليوم باش نكملوا بقية الدرس. احنا تواش قاعدين نشوفوا قدامنا عنا فراشة، عنا برشا أزهار لهنا ولهنا ولهنا، وعنا زهرة كبيرة في وسط الزهرة. شنو يتسمى يا أطفال هذا اللي يدور 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 يدور؟ ماذا يسمى يا أطفال؟ أحسنتم، إنه خط حلزوني. شنو يقول السؤال؟ يقول ألونوا مسار الفراشة متبعا السهم. نعيد، ألونوا مسار الفراشة متتبعا السهم. احنا توا باش نلونوا مسار الفراشة. وين قاعدين نشوف فيه مسار الفراشة؟ اللي هو هذا الدوائر، هذية خط حلزوني هذا. احنا باش نتبعوا ابتداء من السهم. واين هو السهم يا اطفال؟ نعم هذا هو السهم. احنا باش نبداو نلونوا هكا وندوروا 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 لنوصلوا للفراشة. فلنبدأ التلوين يا اطفال. الآن يا أطفال لقد شرفنا على الانتهاء. انتهينا وأنهينا هذا التمرين. انظر كم هو جميل مسار الفراشة. أنا اخترت اللون الأحمر، وأنتم ماذا اخترتم يا أطفال؟ كل لون تختارونه سيكون لونا جميلا. أحسنتم يا أطفال. الآن سنمر إلى التمرين الموالي. ماذا يقول التمرين الموالي يا أطفال؟ أرسموا خطا داخل الرسم متتبعا النموذج. أعيد، أرسموا خطا داخل الرسم متتبعا النموذج. أين هو النموذج يا أطفال؟ نعم هذا هو النموذج. شنو عمل هو توا؟ رسم خط. احنا قاعدين نشوفوا فما خط البرة وخط الداخل، ثم زوز خطوط وفما فراغ في الوسط. هو رسم خط اخر في وسط معناتها ما بين الخطين في الوسط رسم. احنا توا باش نبدأ، هو بدا واحنا باش نكملوا نرسموا خط اخر في وسط ما بين زوز خطوط.
لهنا ولهنا ولهنا، ونكملوا بقيه الزهرات هذوما، نكملوا الفراشه والشمس، ونكملوا السحابه. انا باش نختار اللون الازرق باش نكمل به السحابه متاعي. هو بدا بالنقاط المتقطعه، وانا باش نكمل بالخط الازرق ومكمل الرسمه متاعي، ونشوفوا كيفاش باش نتبعوا الخطوط وسط الخطين المرسومين. هكذا يا أطفال أكون قد أتممت التمرين. انظروا كم هذه اللوحة هي جميلة. هل أنتم اخترتم نفس الألوان التي اخترتها أنا؟ وإن اخترتم عكس ألواني ستكون، أنا متأكدة، ستكون جميلة جدا. هكذا أطفالي الأعزاء نكون قد أنهينا درس الخطوط الحلزونية، ولا ننسى اسمها، هو صعب بعض الشيء ولكن اسمها الخطوط الحلزونية. أحسنتم يا أطفال، الآن درسنا اليوم انتهى، سنلتقي في درس آخر. إلى اللقاء.